فطور في التيران مع العشران الحمد لله. احنا عائله، جمهور عائله، غندوزو فطور في التيران ونتسناو الماتش يبدا. التوقعات ديال الديربي، اولا كنتمناو الديربي يدوز في واحد الروح الرياضيه، تكون فرجه كرويه من حيث الملعب ومن حيث الجمهور اللي غادي يوصل واحد الرساله للاعبين. وخا كنلاحظوا غياب جمهور منافس لذلك العديد الاسباب، اسباب ديال الثمن ديال التيكي اللي عمر فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ديما اللي كيكونوا غاليين وكيجي جمهور الرجاء، ما كنتخباوش مورا هذه الاسباب. والحمد لله ان شاء الله غيكون الرباح للرجاء. نجم اللقاء خابة ان شاء الله يسجل، وتقريبا جميع اللاعبين غادي يكونوا في نهارهم، وداك الشيء اللي كنتمناه. سالي الجماهير الرجاويه ان شاء الله هذا العام نطمحوا للتتويج بالعصبه. اخويا جينا نفطروا في التيران حيت الرجاء البيضاوي عندنا فرقه كبيره وحنا جايين نساندوها، وخلينا الدار وجينا نفطروا في التيران انا والابن ديالي، ونربحوا ان شاء الله بجوج للزيرو. والفرقه ديالنا ديما حنا كنساندوا في السراء وفي الضراء، واخا حيت كيقولوا اثمنه شويه غاليه، راه شويه غاليه، ولكن الانسان اش نديروا، الفرقه ديالنا حنا كنساعدوها كيقول في الازمه، وهذه حنا كنساعدوها. خويا هذوك الوداد دينا شغلهم هذاك، حنا الجمهور ديال الرجاء والجمهور ديال الوداد حتى هما بوحدهم، حنا كنساندوا الفرقه ديالنا، هما بغاو يجيو يساندوا الفرقه ديالهم مرحبا، ما بغاوش يساندوا حنا كنساندوا الفرقه ديالنا. نيت ان شاء الله توقعت ان شاء الله بغينا اول حاجه يدوز ماتش زوين وروح رياضيه ان شاء الله، وربعة لواحد صالح الرجاء ان شاء الله. النوم دي ماتش اليوم خاب ان شاء الله. اللي سالا راه كيشوفوا الجمهور شنو كيدير على ودهم. بالنسبه لي بي واخا ما عادش اني تمانين وصل ما عندناش المشكل، المهم هو نشوفوا الريزلتا في التيران. رسالتي للجماهير تحلوا بروح الرياضيه ويكون الصبر ان شاء الله، راه الفارق غادي في الطريق الصحيحه.